أمسية أخرى بدون مشاريع؟ ولا داعي للقول إننا نشعر بالملل الشديد. أوف، لا يوجد أي شيء يمكن فعله. حسناً، يمكنني التفكير في شيء واحد. سأذهب إلى المطبخ يا أوليفيا. أظن أني أريد تناول طعام حلو. أوه، يبدو هذا مشوقاً. لذيذ. ماذا؟ هذا وقح للغاية. هل تريدين لعب الغمضة؟ فكرة رائعة. لا تغلق الباب. إليك طريقة اللعبة. ستقوم كل واحدة منا بسحب بطاقة لتحديد من تختبئ ومن تبحث. هل يجب أن أقوم بالبحث؟ لا تختاري مكاناً صعباً للغاية يا كلير. كل شيء مكشوف. هل هذا المكان جيد؟ أيتها السمكة الغبية! بسرعة، فالوقت ينفد. فكري يا كلير، هيا فكري. وجدتها. 8 9 10. هل أنت هنا يا كلير؟ يجب أن أنظف هذا المرحاض. ماذا عن هنا؟ هل يمكن أن يتسع لها هذا المكان؟ لابد أنها وجدت مكان اختباء سري. ساقي! واو! يحاول هذا الكرسي التهامي! كلا، إنها صديقتك المقربة يا كلير. ليس مضحكاً! لا تتقبلين الخسارة بروح رياضية. حان وقت سحب البطاقات. هل أنت مستعدة يا كلير؟ علي أن أبحث عنك وأنا سأختبئ. قد يصبح الاختباء في الخارج مهمة صعبة. ليس لدي أي مكان لأختبئ فيه. هل من شيء هنا؟ أوف، قد يساعدني هذا الشيء. يبدو أنني سأرتدي القمامة من باب التغيير. تأكدي من وجود فتحة للتنفس في الكيس. أنا قادمة يا أوليفيا، وأنا أعلم أنك في المسبح. أنا قادمة. على الأرجح أنها مختبئة في القاعة، ألست محقة؟ هل أنت موجودة؟ كنت متأكدة أني سأجدها هناك. رأيت صديقتي أيتها القطة؟ أوليفيا، يجب أن أستريح. أؤكد أنها في مكان ما هنا. أو لا، عامل نظافة هنا. انتظر لو سمحت، هذه ليست قمامة. ماذا؟ هذا الشيء يزين طناً. أكره هذه الوظيفة. أو ما هذه الرائحة الكريهة؟ أنا مصدر هذه الرائحة. لقد عدت للتو من مكب النفايات. أخبائي الذكي انقلب علي بالكامل. يا رائحته مثل الجبنة. هل أنت مستعدة لجولة جديدة؟ أجل، أريد بطاقة اليسار. حسناً، لنرى. آسفة يا أوليفيا. انطلقي، هيا. 1 2. لا يوجد وقت للتفكير، اختبئي فقط. ستكشفك قدماك بسهولة. يجب أن أختبئ وراء شيء طويل. قدماي مرة أخرى. سأتركهما هنا، سيكون ذلك جيدا. يا إلهي، لا أستطيع الدخول هنا. هل ستلاحظ أوليفيا وجهي هنا؟ قد يساعدني هذا الشريط اللاصق. وجدتها. 10.
سواء كنت جاهزة أم لا، ها أنا قادمة. لابد أنها تحت الأريكة. كلا، أوف، هل أرى قدميها؟ هل تظنين أنك رشيقة يا كلير؟ ها، ماذا؟ لا توجد أي أقدام هنا. حسناً، لقد غضبت الآن. قد تكونين أفعى ماكرة يا كلير، لكني سأعثر عليك. هل غادرت المكان؟ ليس لديها أي فكرة. هناك الكثير من الغبار هنا. أتشو! سيخلف هذا السقوط كدمة. هل كنت في السقف طوال الوقت؟ مستعدة للعب؟ لنرمي البطاقات. ها هي قادمة. و ابدأ الجولة. ستكون هذه أفضل جولة حتى الآن. ولدي فكرة مثالية. أراك لاحقاً. لماذا تختبئ في شجرة عندما تستطيع أن تحول نفسك إلى شجرة؟ 10. سأعثر عليك يا أوليفيا. كلا. أوف، لا يمكن أن تكون بعيدة. لقد سمعت صوتاً. مرحباً. ما خطبك يا شجيرة؟ هل بدأت أفقد صوابي؟ أشعر أن شيئاً يراقبني، وهذا الشيء هو شجيرة أوليفيا. من المؤكد أن أوليفيا قد عثرت على مكان جيد للاختباء فيه. ها؟ هذا غريب. هيا يا كلير، لقد تبعتك تلك الشجيرة في كل مكان. لقد صدتك، مزعج أليس كذلك؟ المعذرة، حان وقت سقي الزرع. هو أوليفيا أيضاً على ما يبدو. هل كنت هناك طوال الوقت يا أوليفيا؟ لقد خدعتني تماماً. أمزح. هيا، أينه مجرد ماء؟ هل تستمتعان بوقت استراحة؟ هذا جيد. تمثال الحرية؟ يا ترى كم يبلغ حجمه؟ انتهى وقت الاستراحة وحان وقت لعب جولة أخرى. أوليفيا، هل تريدين اللعب؟ اختاري بحرص. ما الذي حصلت عليه؟ جيد، لننطلق. سيتطلب هذا الاختباء القليل من الإبداع. يمكنني بالتأكيد استخدام هذا الكشاف. هو هل هذه سيدة الحرية؟ حتى التماثيل تحب أن تكون بجوار المسبح. 10. ها أنا قادمة. سأجدك هذه المرة. كلير؟ أوف، لا يمكنني التنفس هنا. هل هي في الخارج؟ ما هذا الشيء؟ متى حصلنا على تمثال؟ تبدو غاضبة. ورائحتها مثل رائحة شطيرة ديك الرومية. هل تتحرك عينها؟ أقسم أنني رأيت عينها ترمشان. هل من الممكن أن تعطس التماثيل؟ كلا، لا يمكن أن يكون هذا تمثالاً حقيقياً. لكنها لم تتحرك أبداً. يجب أن يكون هناك تفسير. أو أشعر بحكة. ماذا؟ لابد أني بدأت أهلوس. إلا إذا... هاتشو! أوه لا! كنت أعرف ذلك. علمت أنك أنت التمثال يا كلير. من كان يعلم أنك ماهرة للغاية؟ حسناً، لقد استمتعت بفعل ذلك. لا! حتى الطيور تعتقد أني تمثال. لم أفكر ملياً عند اختيار هذا الزي. هل تعتقد أنك تستطيع ابتكار مكان جيد للاختباء؟ تحدى أصدقائك في هذه اللعبة، وكالعادة لا تنسى الاشتراك في قناتي 123 Go Challenge بالعربي على اليوتيوب.